عدد من المستقلين أن يوظفوا داخل المجلس للحصول على وزن أكبر من عدد المقاعد هو العلاقة المتلازمة أو المتلاحمة مع مطالب الثورة والدفاع عنها، وهنا هناك تحدي كبير خاصة أمام المستقلين في تحقيق التلازم الذي أشرت إليه في المداخلة الأولى، تبني مطالب الثورة المشروعة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإصلاح القانوني وترجمتها لأجندة تشريعية ورقابية. الأحزاب الكبيرة تملك أن يعني تتعامل مع هذه الملفات الرئيسية بصور كثيرة قد يكون بها من جانب البعض ونراه، يعني لم يشير لأسماء الأحزاب ولكن البعض بيتحايل على هذه الملفات الآن. يعني عندما يسأل عن مسألة نقل السلطة جدول زمني نقل السلطة ومكان المؤسسة العسكرية في النظام السياسي يتحايل الأحزاب الكبيرة بعدد مقاعدها الوفير بحضورها الشعبي تملك هذا، أما مجموعة المستقلين وبدرجة أقل الأحزاب الصغيرة فلا تملك، فلابد على المستقل من تحقيق هذا الارتباط أو التلاحم مع الشارع بمطالبه. هل عرضت في مسألة توزيع المناصب وهي المسألة التي شغلت مجمل حراك وحوار الأطراف البرلمانية خلال الفترة الماضية، هل عرض تنسيق على المستقلين؟ نعم عرض ولكن في حدود معلوماتي، وأنا أتحدث عن عدد من المستقلين كالدكتور عمرو الشبكي وعن نفسي، لا لم نقبل التنسيق ونرى أن علينا أن نركز في عملنا. لا باختصار شديد أن أنا عن نفسي غير مهموم برئاسة لجنة أو بوكالة لجنة أو بأمانة سر لجنة، أنا أريد العمل وتحديد أجندتي التشريعية والرقابية ومهموم أكثر من أن أصل إلى سيناريو متماسك لإدارة اليوم الأول والأيام الأولى، لأن هناك خطر شديد إن لم ننجح في إدارة اليوم الأول والأيام الأولى بصورة تربط بين المجلس بشرعية القانونية وبين شرعية الشارع، شرعية الشارعين كما أشرت في المداخلة الأولى، أنا أعتقد المجلس سيكون محل يعني تساؤل ومحل نقد من المصريين سريعا، وبالتالي أنا مهموم أكثر لهذه الأمور الموضوعية وليس بتوزيع المناصب، وبواقعية المعايير في توزيع مناصب اللجان في أي برلمان هي عدد المقاعد، يعني فكيف لي كمستقل أن أطالب أعطوني رئاسة هذه اللجنة التي أريد بالضرورة تراسيح المسألة. أما الإشارة كمان في حالة الحزب المصري الديمقراطي هو أمر مقبول ومشروع كحزب النور كالإصلاح والتنمية كأحزاب أخرى دخلت في تنسيق مع حزب الحرية والعدالة حول توزيع اللجان وتوافق وأعلن عن هذا بالأمس. هذا الأمر في صورة الممارسة الديمقراطية وغير منتقل على الإطلاق كي لا يزايد أحد على المصر الديمقراطية، لكن الحقيقة أن من خارج مساحة الإسلام السياسي من قبل التنسيق إلى الآن هو المصر الديمقراطي والإصلاح والتنمية، أحزاب تعرف نفسها باعتبارها ليست أحزاب إسلامية. طيب القضايا بسرعة لأن هذا هو الأهم. أنا رأيي أن هناك في ظني أربع قضايا كبيرة، وأنا أتحدث عن الأشهر الستة القادمة، ليس لأن البرلمان المصري سيكون مجلس الشعب سيكون عمره ستة أشهر فقط، ولكن في الظروف التي نمر بها وهي استثنائية المدى الزمني الذي أفكر به هو الستة أشهر القادمة. التحدي الأول هو في صوت مسألة الدستور، وأنا أتفق مع سامر في أن مسألة مدنية الدولة بمعناها المؤدب على حقوق المواطنة المتساوية وعلى عدم التمييز سنضطرب على الأرجح كثيرا من ما كان لدينا من قبل، ولكن الأهم في مسألة الدستور وفيما خص المدنية هو الدولة المدنية بمعنى الدولة غير العسكرية، وهذا هو التحدي الأكبر، إعادة تعريف. وفي النقاش المصري خلطي كبير بيستبعد هذا المكون الثاني وهو مكون أساسي، مسألة لا تتعلق فقط بدولة مدنية بمعنى يعني دولة مواطنة حقوق متساوية، لا، دولة مدنية غير عسكرية الأساس بها في أي ممارسة ديمقراطية أن تخضع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة المدنيين المنتخبين وليس العكس، وليس أن تصبح المؤسسة العسكرية أو الأمنية. وإحنا في مصر في الفترة الأخيرة قبل 25 يناير 2011 كنا مع دولة أولى داخل الدولة هي المؤسسة العسكرية، ودولة ثانية داخل الدولة هي المؤسسة الأمنية، وبالتالي إخضاع المؤسستين لرقابة وإشراف الهيئات المدنية منتخبة مسألة أساسية ومسألة ينبغي أن ننظر إليها بتدرجية لا تنتقص من المبدأ الديمقراطي الأصلي الديمقراطي وهو الإشراف والرقابة. أنا أعتقد علينا في الدستور أن لا، أنا لن أقبل عن نفسي وأقول هذا علنا، لن أقبل عن نفسي أن يعني الموافقة على الدستور يعطي للمؤسسة العسكرية مكانة في المادة التاسعة والعاشرة في وصفة الدكتور علي السامي، يعني أن التشريعات هي خط أحمر
للمؤسسه العسكريه لها ان تعترض على تشريعات مجلس الشعب او ان الميزانيه تدرك كرقم واحد وبالتالي لا يحق للمجلس مناقشتها. لا، يعني هذا لا علاقه له بدوله مدنيه ولا علاقه له بالديمقراطيه. لابد من التاسيس لحق مجلس الشعب كمجلس في مناقشه تشريعات القوات المسلحه والتشريع للقوات المسلحه وفي الرقابه على الميزانيه، وهذا لا يعني العلنيه لان البرلمان فيها لجان سريه تناقش قضايا الامن القومي، لكن التاسيس للحق في الرقابه على الميزانيه واصدار التشريعات هو حق اساسي وتدار الامور في الدول الديمقراطيه بتوافق، يعني مجلس اعلى من مجلس القوات المسلحه لكنه لا يحتكر الحق الوحيد هنا في اصدار او تنفيذ تشريعات او الاعتراض عليها، هذا امر غير مقبول، فانا لم اقبل بدستور ينص على هذا. طبعا علشان نبقى واقعيين، هذا الملف سوف ياخذ سنوات. يعني احنا بنشوف مثلا في حاله زي الارجنتين علشان يحكموا قاده الانقلابات العسكريه خدتهم الحقيقه بعد التحول الديمقراطي اكثر من 8 سنين علشان يوصلوا لده. حاله تشيلي اضطروا يحكموه من بره لان كان هناك حصان عجل. ولكن علشان بس الناس ما يضحكش عليهم، ده كان في حالات ما يسمى بالتحول الديمقراطي مش في حالات ثورية، وبالتالي ما كانش في الضغط الشعبي والامكانيات دي، كانت حاله الناس بتقعد حوالين ترابيزه بتتفاوض، ما فيش زخم الشارع اللي موجود وامكانيات الحراك العاليه. مع امكانيات الحراك العاليه هناك امكانيه ان احنا ننجز هذا الملف باسرع من ما انجزته الدول الاخرى. محاكمة القيادات من المجلس العسكري وقيادات من الجيش يجب أن تكون إمكانية مطروحة بشكل قضائي سليم. مجلس الشعب يدير الدولة إزاي؟ ده مجلس الشعب يعني مش مؤهل خالص ان هو يدير الدولة. هو ده بالظبط، ده المعنى الوحيد في تسليم السلطة لانسحاب العسكر أو العسكر السكرات. وهنا أتفق مع الأستاذة إيمان غسلان اللي اتكلمت عن حكومة ائتلافية، حكومة حزبية. الناس ما راحتش صوتت في الانتخابات وجابت وفي أحزاب جابت غالبية 40% عشان تقعد تنتقد الحكومة بس وتقعد تراقب، ويعني ما ينفعش. أنت جبت أكتر من 40% ده توكيل تفويض ليك من الشعب. يعني إنك أنت الصدام في حقيقة هذا المجلس اللي مشكل الحكومة في الوقت المجلس العسكري خلينا نقول إن هو الإعلان الدستوري الدستورية الوطنية، الإعلان الدستوري لا يعطي مجلس الشعب حق تشكيل الحكومة. الإعلان الدستوري بيعطي حق مجلس الشعب حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي بس المصيبة بده، وعلى فكرة الإعلان الدستوري ده خبيث جدا، يعني المصيبة بده إن هو لا يفصل خالص الوسائل والأدوات اللي من خلالها تقدر تعمل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. دستور 71 كان فيه تفصيل لفكرة الاستجواب مثلا، سحب الثقة من الحكومة. دلوقتي مجلس الشعب يراقب بس إيه الأدوات؟ مفيش حاجة خالص في الموضوع ده.